الرجال اللي عندهم بادي تايب اسمه ميزومورف هن اشخاص عندهم انف ماسلز بجسمهم. الكميات اللي نحن بننصحهم تيتناولوا بين البروتين والكاربز هي التالية: عنا كفين من اللحمة دجاج سمك و2 كوبس من الكربوهيدرات و2 أصابع من الدهون. ضروري يتبعوا هالكمية بالانس بين كاربز بروتين وفات تيحافظوا على الجسم اللي عندهم.